السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت والصورة ظهروا عندكم؟ واضحين يا دكتور. المشكلة في المقرر مش معمول له أيقونة بالنسبة للمحاضرات، فأنا دخلت على تمرين من التمرين، يعني تقريبا موجودين على نفس السايد ده يعني. دكتور انت ممكن حضرتك ممكن تعمل سكرين للشاشة نفسها وتعرض من الكمبيوتر نفسه او اللاب نفسه. كده يعني المهم دلوقتي عشان بس الوقت، الصورة والصوت واضح عندكم دلوقتي. تمام. واضحين يا دكتور. بالنسبة لمحاضرة النهاردة، هنستكمل المحاضرة السابقة عن التفتيش وضبط الجودة. واضح إن في حد بيحاول يعني إيه يتحكم من عنده بالنسبة للصورة يعني. تمام كده يا شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور.
الصورة واضحة قدامكم؟ واضحين أيوة. ممكن. بالنسبة لاستكمال دور الجودة خلال عمر المشروع، بتبدأ يعني ضبط الجودة منذ التفكير في جدول المشروع، وبتستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، وحتى بعد استلام مصطلح التفتيش أو الانسبكشن، بتطلب وضع خطة أو برنامج للتأكد من المواد اللي بتستخدم في المنشأ الخرساني، سواء كانت مواد الخرسانة اللي هي الأسمنت والركام والإضافات المختلفة، بتحقق المواصفات القياسية والمتطلبات المنصوص عليها في مستندات المشروع. بينقسم التفتيش عندنا في تفتيش فني داخلي، وده بيكون تابع للمقاول أو الشركة المنفذة، وبيتم عن طريق أشخاص مؤهلين بيكونوا غير الأشخاص اللي بيقوموا بإشراف العمل المباشر، وبيتم اعتماد مؤهلاتهم من قبل المفتش الداخلي والبرنامج اللي بيتم وضعه عن طريق استشاري المشروع. يبقى المفتش الفني الداخلي برضو ده بتبقى عارف ان هو بيتم اعتماده من استشاري او مالك المشروع، وعلى اساس الخبرة والمؤهلات اللي بتأهله ليقوم بعملية التفتيش، وبيكون ده تابع للمقاول، يعني بياخد الراتب من المقاول. المفتش الفني الخارجي، وده بيكون تابع للمالك أو استشاري المشروع، وممكن يكون سواء مهندس استشاري أو مكتب استشاري أو الجهة الحكومية المسؤولة عن أو مالكة للمبنى اللي بيتم تنفيذه. ولا يتبع المفتش الفني الخارجي المقاول في أي صورة تعاقدية أو مرتبات أو حوافز أو هدايا أو أظرف زي ما متعارف عليه عندنا في مصر، يعني يجي يقول لك اللي المفتش خد الظرف بتاع الشهر ده أو العملية دي. ما المفروض المفتش الفني الخارجي لا يتبع المقاول بأي صورة من الصور المالية أو الحوافز أو خلافه، واللي بيديله الأتعاب بتاعته الجهة المالكة، أو سواء كانت ملكية خاصة أو ملكية حكومية، وبيكون له استقلالية تامة عن المقاول. مراحل التفتيش على مواد الخرسانة اللي هي الأسمنت والركام وإضافات الخرسانة، بتبدأ أو بتنقسم إلى عدة مراحل. ممكن التفتيش خارج الموقع، خارج الموقع لو في مشروع كبير بيتم عن طريق جهاز أو فريق ضبط الجودة زيارة مواقع الإنتاج. بالنسبة للأسمنت طبعا ممكن زيارة المصنع المنتج للأسمنت اللي هيتم توريد الأسمنت من هذه الشركة أو هذه المنشأة، وبيتعرف على ضبط الجودة الموجود في المصنع ومدى تحققه للمواصفات القياسية بتاعة الأسمنت. بالنسبة لحديد التسليح أيضا ممكن عن طريق زيارة مصنع الحديد أو بقية المواد الأخرى، سواء مواد التشطيبات زي البلاط أو السيراميك أو الأسلاك الكهربية، يعني أي مادة ممكن تستخدم في تنفيذ المنشأ ممكن يتم على قبل التوريد زيارة الموقع المنتج لهذه المادة. بالنسبة للركام، ركام الخرسانة سواء الرمل أو الزلط أو السن، ممكن زيارة نفس المحجر اللي بيتم توريد منه الركام
الاعتماد المحجر اللي على اساسه هيبقى بعد كده يتم التوريد من هذا المحجر. ده بالنسبه للتفتيش اللي هو خارج الموقع. النوع الثاني من التفتيش اللي هو التفتيش الابتدائي، وده بيكون عن طريق مراجعه كافه المعدات والاجهزه اللي بتستخدم في موقع العمل، واذا كان الموقع ده موقع كبير هيبقى فيه معمل لاختبارات المواد، بيتم مراجعه المعمل والاجهزه والادوات اللي بتستخدم في اجراء الاختبارات للتحقق من ضبط الجوده داخليا طبقا لمواصفات المشروع والمواصفات القياسيه المستخدمه والكود اللي بينظم تنفيذ المنشأة. يبقى في عندي 3 جهات ممكن بنرجع اليهم للتحقق من صلاحيه المواد اللي بتستخدم في المشروع، اللي هي المواصفات القياسيه نمرة 1 للمواد، سواء المواصفات بتاعه الاسمنت او الركام او الحديد. نمرة 2 مواصفات المشروع، ممكن العقد او مواصفات المشروع بينص على صراحه على نوعيه المواصفات المواد اللي بتستخدم. نمرة 3 الكود الهندسي، اذا كان مثلا الكود بتاع الخرسانه او كود الاساسات او كود المباني، ده الكودات دي كلها حسب طبيعه ونوع المشروع بيتم التاكد من التفتيش الابتدائي على المواد والمعدات والاجهزه الموجوده بموقع العمل. النوع الثالث من التفتيش اللي هو التفتيش الدوري، وده بيجرى على فترات اثناء التنفيذ دون اشعار مسبق وعلى فترات مختلفه وفقا للجدول الزمني للمشروع. يبقى في التفتيش الدوري ده بيقوم به جهاز الاشراف او المالك او الاستشاري، وبيكون على فترات مختلفه من مراحل تنفيذ المشروع، وبيكون تفتيش فجائي يعني بدون علم للمقاول، بحيث ان هو يكون التفتيش بتاعه مفاجئ، ما يكونش طبعا في ترتيب سابق للمقاول بحيث يظبط نفسه، يظبط الخلاطه بتاعه الخرسانه، يظبط المواد الموجوده في الموقع. ده بيعتبر التفتيش الدوري ده تفتيش مفاجئ، وبيكون يعد تفتيش خارجي على مراحل تنفيذ المشروع. النوع الثاني من انواع التفتيش ممكن اللي بنسميه الاختبارات الاضافيه للتفتيش الفني، ودي بيتم اجراءها في احد الحالات التاليه الثلاث: في حاله عدم مطابقه اي ماده من المواد المستخدمه للمواصفات القياسيه، يعني فشل الاختبارات او عدم تحقق نتائج الاختبارات في حاله الاختبار الدوري او الاختبار الروتيني. الحاله الثانيه في حاله توقف العمل في الموقع لفتره تتجاوز عمر التخزين المسموح به للماده. يعني على سبيل المثال الاسمنت اللي بيستخدم في اعمال الخرسانه المسلحه بيبقى مكتوب على شكاره الاسمنت فتره صلاحيه استخدام الاسمنت حوالي شهر او 6 اسابيع من تاريخ الانتاج، وفي حاله مرور الشهر او 6 اسابيع من تاريخ الانتاج يجب اعاده اجراء اختبارات صلاحيه الاسمنت. لذلك الناس اللي بتشتغل في مشاريع كبيرة وبيتم توريد الأسمنت على فترات مختلفة بيراعي تاريخ الإنتاج المكتوب على شكارة الأسمنت، بحيث يتجنب مرور الفترة اللي هي بيحددها المصنع أو الشركة المنتجة إن هي ما تتعداش حسب الشركة شهر من تاريخ الإنتاج، أو في بعض الشركات بتبقى الفترة دي 6 أسابيع من تاريخ الإنتاج. الحالة الثالثة بتجرى الاختبارات الإضافية في حالة عدم التزام المقاول باشتراطات تشوين أو تخزين
او حمايه المواد الموجوده في الموقع، يعني سواء الاسمنت او الركام او الحديد بيبقى له اشتراطات للتشوين او التخزين في الموقع. في حاله لو المقاول اخل بهذه الاشتراطات او ما التزمش بيها، من حق الجهاز الفني للتفتيش ان هو يجري اختبارات على المواد التي تم تخزينها بصوره غير سليمه. مراحل ضبط جودة التنفيذ في الموقع بتتم على مراحل مختلفة للتحقق من جودة التنفيذ والمتطلبات اللازمة في المشروع، وبتتم ضبط الجودة على مواد الخرسانة المختلفة سواء الأسمنت أو الركام أو ماء الخلط أو الإضافات إن استخدمت، بحيث كل مادة من هذه المواد يجب إن هي تحقق زي ما قلنا المواصفات القاسية والاشتراطات العقد أو المقاولة بتاعة المشروع والكود المستخدم في التنفيذ. بالنسبة للأسمنت برضو في عدة اشتراطات يجب على المهندس ان هو يراعي ان هي تنفذها، بحيث ما يستلمش اي رسائل او تشوينات الاسمنت الا بعد التأكد من مطابقة الاسمنت للمواصفات القياسية ومتطلبات المشروع. الاسمنت طبعا غير مسموح معايرته بالحجم مطلقا، وبيعاير الاسمنت بالوزن او عن طريق الشكارة، بحيث ان في تصميم الخلطة يجب مراعاة ان يكون عدد شكار الاسمنت صحيح، بحيث لو الخلاط المستخدم بيخلط لكل خلطة خرسانة يبقى النسب الرمل والزلط بتتناسب مع عدد الشكاير الموجودة في المتر مكعب الخرسانة. في حالة الأسمنت السايب اللي هو بيستخدم في محطات الخلط المركزية، بيتم معايرة الأسمنت بالوزن عن طريق استخدام موازين خاصة ومعايرة. كذلك يراعى عند تشوين الأسمنت في الموقع أن تكون الأكياس بتاعة الأسمنت غير ممزقة ومحكمة، ولو كان الأسمنت سايب الحاويات اللي هو أو الصوامع اللي بيتم تخزين الأسمنت فيها يجب أنها تكون سليمة ومدهونة بطلاء يعكس حرارة الشمس أو الجو لحماية الأسمنت من الرطوبة، وسواء الرطوبة الجوية أو الرطوبة الأرضية. كذلك عدم تعرض الأسمنت لأشعة الشمس المباشرة أو الرياح أو الأمطار. طبعا يجب رص شكار الأسمنت في رصات بحيث ما يزيدش عدد الشكاير في الرصة الواحدة عن 10 شكاير، وفي نفس الوقت يجب رص الأسمنت على أرضية أو طبلية من الخشب باعتبار أن الخشب رديء التوصيل للرطوبة. كذلك بيتم رص الأسمنت أو تشوينه حسب تاريخ الإنتاج، بحيث كل منطقة بتشون فيها رسالة من رسائل الأسمنت بيتكتب عليها تاريخ الإنتاج، بحيث المهندس بياخذ الأسمنت عن طريق أولوية الإنتاج بتاعه. يعني لو في الأسمنت منتج مثلا بتاريخ 1/4 مثلا، وفي أسمنت منتج بتاريخ 15/4، المفروض يبدأ بأخذ الأسمنت اللي هو الأسبق في الإنتاج اللي هو بتاريخ 1/4. ليه؟ عشان يتجنب إن أسمنت يحدث له شك في الموقع نتيجة تعرضه لأي رطوبة، وكذلك يتجنب إن هو تمر لفترة الصلاحية اللي هي بتبقى شهر أو 6 أسابيع
من تاريخ إنتاج الأسمنت. من معلومات المهمة للمهندس، يجب ألا تزيد درجة حرارة الأسمنت عند استخدامه في الخرسانة عن 75 درجة مئوية. أحيانا في حالة توريد الأسمنت من المصنع مباشرة، ممكن يكون الأسمنت مازال لسه محتفظ بالنسبة من درجة الحرارة بتاعته بالرغم من التبريد في المصنع، ولذلك يراعى ألا تزيد درجة حرارة الأسمنت عند الاستخدام في الخرسانة عن 75 درجة مئوية. بالنسبة للأسمنت اللي بتمر على تخزينه فترة في الموقع تزيد عن شهر، زي ما قلت يجب إعادة اختبارات التحقق من صلاحية الأسمنت طبقا للمواصفات القياسية المصرية. بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية، الجدول ده مهم جدا، وده حدود القيم المميزة للخواص الفيزيائية والميكانيكية للأسمنت البورتلاندي. احنا عارفين من دراسة الأسمنت في مقرر أولى مدني ان الأسمنت له خمس أنواع أساسية، اللي هي بتبدأ من سمنت 1 وسمنت 2 و3 و4 و5. الخمس أنواع دول لهم 27 منتج من منتجات الأسمنت. النوع الأولاني اللي هو سمنت 1، اللي هو الأسمنت البورتلاندي العادي. معلومات دي برضو معلومات أساسية يجب أن المهندس يكون على علم بها ودراية كاملة. يبقى أول نوع من الأسمنت اللي هو سمنت 1، بتلاقي مكتوب على شكارة الأسمنت سمنت 1 CAM1، معناه ان ده اسمنت بورتلاندي عادي. يعني ايه اسمنت بورتلاندي عادي؟ يعني اسمنت لا يتم استخدام اي اضافات مع كلينكر الاسمنت اللي هو مستخدم في صناعته. هذا النوع من الاسمنت اللي هو سمنت 1 له ثلاث رتب مختلفه او ثلاث انواع مختلفه حسب مقاومه الضغط. الرتبة الأولى اللي هي رتبة 32.5، والرتبة الثانية اللي هي 42.5، والرتبة الثالثة 52.5. معناها إيه الأرقام دي يا شباب؟ الرقم ده بيدل على مقاومة الضغط لمونة الأسمنت والرمل بعد 28 يوم. يبقى الرتبة الأولى اللي هي رتبة 32.5 بيشترط فيها إن مقاومة الضغط لمونة الأسمنت والرمل بعد 28 يوم لا تقل كحد أدنى عن 32.5، ولا تزيد كحد أقصى عن 52.5. يبقى الرتبة الأولى تتراوح مقاومة الضغط لها بين 32.5 وبين 52.5. الرتبة الثانية اللي هي 42.5 بتتراوح مقاومة الضغط بعد 28 يوم لمونة الأسمنت والرمل بين 42.5 و62.5. الرتبة الثالثة اللي هي 52.5، اللي هي لا تقل فيها مقاومة الضغط بعد 28 يوم عن 52.5. الوحدات طبعا ده كلها بالميجا باسكال، او اللي هي بالنيوتن على المليمتر المربع. يعني الرقم ده بيعبر عن مقاومة الضغط بالميجا باسكال او بالنيوتن على المليمتر المربع بعد عمر 28 يوم. بنجد ده المقاومة القياسية اللي على أساسها بيتم تحديث صلاحية الأسمنت. في مقاومة تلاقي الخانة الثانية في الجدول اللي هي مقاومة الضغط المبكرة، في موجود بعد يومين وفي بعد 7 أيام. ليه بعد يومين وليه بعد 7 أيام؟ عشان لو أنت بتجري اختبارات على الأسمنت، ممكن المقاومة بعد يومين أو بعد 7 أيام بتدي لك قيمة استرشادية ان انت هتقدر توصل للمقاومة اللي هي عند عمر 28 يوم او لا، اللي هي على اساسها بيتم قبول او رفض الاسمنت. بتجد ان كل رتبة من رتب الاسمنت دول لها نوعين، نوع بيرمز له بالرمز N والنوع الثاني بيرمز له بالرمز R. ما معنى الرمز او الحرف N او R؟ إن اختصار كلمة نورمال،
وار اختصار كلمة رابت. اللي بيعني هذا الاختصار اللي هو الان او الار اللي هو معدل اكتساب المقاومة المبكرة اللي هي بعد يومين او بعد 7 ايام. الجدول واضح قدامك اهو على السلايد، بيوري لك ان في مقاومة بعد يومين للرتبة ان او الرمز ان، وفي مقاومة بعد يومين للرتبة ار. احنا قلنا الفرق بين الان والار اللي هو معدل اكتساب المقاومة المبكرة. الان معدل اكتساب المقاومة المبكرة عادي، والار معدل اكتساب المقاومة المبكرة سريع. لذلك بتجد النوع الاولاني من الاسمنت اللي هو رتبة 32.5 على اساس ان هو الرتبة بتاعته ان او النوعية بتاعته ان، ملوش ما بيلحقش يكتسب مقاومة مبكرة بعد يومين، بيكون لسه المقاومة بتاعته ضعيفة. لذلك المواصفات بتقول بنجري له اختبار بعد 7 ايام، المفروض المقاومة المبكرة بتاعته ما تقلش عن 16 ميجا باسكال. انما بعد يومين النوع اللي هو ان اللي هو النورمال بيكون لسه الاسمنت لم يكتسب مقاومة، وبذلك ما بنجريش عليه اختبار بعد يومين. انما نفس الرتبة اللي هي 32.5 بعد للنوع الثاني اللي هو الار اللي هو الرابد، بعد يومين المفروض المقاومة المبكرة له ما تقلش عن 10 ميجا باسكال، اللي هي تاني سطر في الجدول في تاني عمود. هتلاقي الار 32.5 اللي هو معناه اسمنت رابد رتبته 32.5 ما تقلش المقاومة الضغط له بعد يومين عن 10 ميجا باسكال. نيجي للنوع الثاني اللي هو رتبة 42.5 اللي هو الرتبة الثانية من الأسمنت اللي هي رتبة 42.5. هنلاقي ليها نوعين برضو، نوع اللي هو الN اللي هو النورمال، والنوع الثاني اللي هو الR اللي هو الرابد. بالنسبة للنورمال بعد يومين المفروض المقاومة ما تقلش عن 10 ميجا باسكال، إنما الرابد ما تقلش المقاومة بعد يومين عن 20 ميجا باسكال. ومن هنا بنلاحظ الفرق بين الـ N والـ R، إن الرابد المقاومة المبكرة بتاعته بتكون تقريباً ضعف المقاومة المبكرة بتاعت النورمال. النوع الثالث اللي هو رتبة 52.5 برضه له نوعين اللي هو الـ N والـ R. بعد يومين المقاومة المبكرة ما تقلش عن 20 ميجا باسكال، وبالنسبة للنوع الثاني اللي هو الرابد ما تقلش عن 30 ميجا باسكال. واحد ممكن هيقول طب وايه اللخبطه دي، ايه فايده الان والار، وامتى بستخدم المهندس يستخدم اللي هو من نوع ان ومن نوع ار. النوع اللي هو الان يفضل استخدامه في الصيف او في درجه الحراره العاليه، على اساس ان هو الحراره بتساعد على سرعه اماهه الاسمنت، وبالتالي الاسمنت ما يشكش بسرعه او ما يتصلبش بسرعه، فبالتالي محتاج نوع من الاسمنت يكون التفاعلات بتاعته عادية أو بطيئة. في فصل الشتاء العكس، بتبقى برودة الجو ممكن تؤدي إلى بطء تفاعل الأسمنت أو إماهة الأسمنت، وبالتالي محتاج نوعية من الأسمنت تكون سريعة الإماهة أو سريعة التفاعل، فبنستخدم النوع اللي هو الآر. يعني ده معلومة هندسية يجب المهندس ياخد باله في موقع العمل او اثناء اختيار نوع الاسمنت اللي هيورده في الموقع حسب فصل الصيف وفصل الشتاء ودرجات الحرارة. ممكن ايضا لو انا صب خرسانة تحت المية يفضل انا استخدم النوع اللي هو الار، لان معدل الاكتساب المقاومة المبكرة بتاعته هيبقى اسرع من المعدل بتاع المقاومة اللي هو رتب او النوع اللي هو النورمال او الان. حاجة ثالثة برضو كمان، لو أنا بصب مثلا سقف أو كاميرا لمنشأ ومحتاج نتيجة للجدول الزمني مضغوط، عاوز أفك الشدة في وقت أسرع عشان سرعة إنجاز العمل، في الحالة دي ممكن أستخدم الرتبة اللي هي الآر لأنها تديني معدل اكتساب مقاومة مبكرة سريع، يساعد على سرعة فك الفرم والشدات
اللي انا لو استخدمت اللي هو النوع الاخر اللي هو الاسمنت اللي هو العادي او اللي هو النورمال. ده بالنسبه لشرح مقاومه الضغط لاختبارات صلاحيه الاسمنت حسب الانواع الثلاثه للاسمنت البورتلاندي العادي اللي هو اسمنت 1 اللي هم الرطب 32.5 و42.5 و52.5. ملحوظه ثانيه بيخطأ فيها برضو المقاولين او العمال في مجال بناء، ممكن يكون عندك في الموجود في الموقع اسمنت رتبه 32.5 واسمنت اخر رتبه 52.5، ويجي بيبقى في عنده اعمال مباني واعمال خرسانات خاصه اذا كانت خرسانات مسلحه، يجي نتيجه لعدم معرفه العمال او جهلهم بالكلام الموجود على شكاره الاسمنت، يستخدم مثلا الاسمنت اللي هو رتبه 52.5 في اعمال المباني او اعمال البلاط، ويستخدم الاسمنت الثاني اللي هو رتبه 32.5 في اعمال الخرسانه المسلحه. طبعا ده خطا كبير ينم على عدم العلم بالمعلومات الخاصه بالاسمنت المشون او المورد في الموقع. يبقى طبعا في الحاله دي يفضل او المطلوب، مش يفضل، المطلوب استخدام الاسمنت رتبه 52.5 في الخرسانه المسلحه، واستخدام الاسمنت الاقل رتبه اللي هو 32.5 في اعمال البياض او اعمال البناء او اعمال السيراميك او خلافه. فده برضو مهم يعني ان تبقى عارف رتبه الاسمنت والاستخدامات بتاعتها. يعتبر اختبار تعيين مقاومه الضغط للاسمنت من اهم الاختبارات اللي بتجرى لبيان صلاحيه الاسمنت واجتيازه للاختبارات. الاختبار الثاني اللي هو اختبار تعيين زمن الشك الابتدائي للاسمنت، وده برضو اختبار قبول او رفض الاسمنت، وبيعين زمن الشك الابتدائي للاسمنت عن طريق استخدام جهاز فيكت، وهتلاقي زمن الشك بيختلف حسب رتبه الاسمنت. هتلاقي رتبة الأسمنت الأولى اللي هي 32.5 لا يقل فيها زمن الشك الابتدائي عن 75 دقيقة، الرتبة الثانية اللي هي 42.5 لا يقل عن 60 دقيقة، الرتبة الثالثة لا يقل عن 45 دقيقة. تلاحظ هنا أن كل ما زادت رتبة الأسمنت كل ما قل زمن الشك الابتدائي، نتيجة أن الأسمنت كل ما تزيد المقاومة بتاعته بتتحسن النعومة بتاعته والخواص بتاعته، وبالتالي بيحدث له شك سريع. فلذلك زمن الشك الابتدائي للأسمنت رتبة 52.5 واخد أقل حد أدنى من زمن الشك الابتدائي اللي هو 45 دقيقة، يليه الرتبة المتوسطة ل 42.5 لا تقل زمن الشك الابتدائي فيها عن 60 دقيقة، وبعدين أكبرهم رتبة الأسمنت 32.5 لا يقل زمن الشك الابتدائي عن 75 دقيقة. طب ليه المواصفات حددت الحد الأدنى لزمن الشك الابتدائي ويعتبر اختبار قبول أو رفض الأسمنت؟ لإعطاء الوقت الكافي لاستخدام الخرسانة في الموقع وصبها وإتمام مراحل الصناعة عليها قبل ما يحدث الشك للخرسانة. ولكن زمن الشك النهائي المفروض لا يزيد عن 10 ساعات. الاختبار الثالث اللي هو اختبار ثبات حجم الأسمنت أو التمدد، وده بيعين عن طريق استخدام قوالب وغلاية بوشتيليه، وفي الثلاث أنواع من الأسمنت يجب ألا يزيد التمدد عن 10 مليمتر. يجب ألا يزيد التمدد للثلاث أنواع الأسمنت عن 10 مليمتر. الجدول ده طبعا جدول مهم جدا اللي هو بيبين حدود القبول او الرفض والمواصفات القياسيه للاسمنت البورتلاندي العادي. ده كل ده بنتكلم عن الاسمنت البورتلاندي العادي. الماده الثانيه المواد الخرسانه للركام، وده برضو يجب اول حاجه لو بتشون ركام في موقع العمل قبل ما تبدأ التريلات أو عربات النقل في تفريغ الحمولة بتاعتها، يجب على المهندس أو القائم بعملية ضبط الجودة
بيقوم بعملية فحص بصري للتشونات أو الرمل أو الزلط المورد للموقع. مجرد الفحص البصري اللي أنت بتلقي نظرة على السطح بتاع الركام في العربية قبل ما يبدأ زي ما بيقولوا في الموقع يعتق العربية أو يفرغ الحمولة بتاعته، المفروض المهندس بيبص نظرة على سطح الركام سواء إذا كان رمل أو سن أو زلط. من خلال الفحص البصري ده بيبين مبدئيا هل نوع الركام ده هيكون مطابق للمواصفات أو من البداية الشكل بتاعه واضح إن هو هيكون في الاختبارات غير محققة للمواصفات. يعني مثلا لو احنا هنستخدم زلط متدرج مقاس اعتباري اكبر 20 مللي، سهل قوي ان انت هتشوف المقاسات الزلط الموجود في العربيه او التريلا. ممكن هتلاقي مثلا لو مقاسات الزلط 4 سنتي او 5 سنتي، او الزلط في نسبه كبيره من الزلط غير مدور اللي هو انواع صعبه التشغيل زي الزلط المبطط او العصوي او المخلطه. فمن سهوله طبعا اللي انت تقدر بالنظر كده تحكم على المقاس العينات بتاعت الزلط او التشونات اللي جايه دي هتكون مطابقه للمواصفات او من البدايه ممكن ترفضها وتمنع تشوينها بالموقع. كذلك الرمل، الرمل طبعا برضو بالعين المجرده ممكن اعرف الرمل ده هل من نوع اللي هو الناعم جدا او الناعم او المتوسط او الخشن. يعني ممكن المهندس طبعا بالخبره ووجوده في موقع العمل ممكن يقدر يميز الفرق بين الاربع انواع من الرمل حسب المواصفات وحسب التدرج بتاعه، هل هو رمل ناعم جدا او ناعم او متوسط او خشن. بالنسبه للخرسانه طبعا بنستخدم الرمل المتوسط او الخشن، ولكن الرمل الناعم او الناعم جدا ده بيستخدم في اعمال التشطيبات او المباني او البياض الاسمنتي، ولكن لا يوصي باستخدامه في اعمال الخرسانة. وطبعا ده ليه اسباب بترجع الى زيادة المساحة السطحية للرمل كل ما صغرت الحبيبات بتاعته، ومما يتطلب زيادة في كمية ماء الخلط وزيادة في الاسمنت. ولذلك بنستخدم الاسمنت المتوسط او الخشن في اعمال الخرسانة. ازاي اعرف ان الرمل اللي قدامي متوسط او خشن؟ اللي هو بيبقى فيه مقاسات من حبيبات الزلط قطرها اقل من 5 مل. يعني المعروف حسب التدرج الحبيبي للركام بنقسمه الى ركام ناعم وركام خشن او ركام صغير وركام كبير حسب المقاس. اللي مقاسه اقل من 5 مللي يعتبر رمل او ركام ناعم، واللي مقاسه اكبر من 5 مللي يعتبر زلط او ركام خشن. فالرمل اللي هو الخشن بيحتوي على مقاسات من ممكن الحبيبات اللي مقاسها اقل من 5 مللي. بنيجي نشاور برضو من الفحص البصري، ممكن الرمل له نوعين اللي هو فيه رمل اصفر وفيه رمل ابيض حسب برضو المواصفات بتاعه المشروع، هل هيستخدم الرمل الاصفر او الرمل الابيض ده حسب مواصفات الخرسانه ومواصفات المشروع. في الاعمال الكبيره ممكن طبعا اثناء التشوين يجب تشوين الركام الصغير بعيد عن او يعني منفصل عن الركام الكبير. في لو بتنفذ عماره او برج في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن نتيجه لضيق المكان تيجي عربيه الرمل تقلب في مكان ويجي عربيه الزلط او السن تقلب فوقها الرمل ويختلط الرمل بالزلط، وبالتالي عمليه المعايره هتبقى غير مظبوطه. ولكن من البدايه يجب فصل الركام الصغير عن الركام الكبير. وفي الاعمال الكبيره ممكن اتعمل ارضيه من الخرسانه او من الخشب بيتم تشوين الركام عليها حسب النوع وحسب المقاس. ممكن يتم تشوين كل مقاس من الركام منفصل عن المقاس الاخر.
الركام يتم معايرته بالوزن في محطات الخلط المركزيه، ويمكن معايرته بالحجم في الخلاطات بتاعه العبوه الواحده اللي هو زي خلاط النحله اللي هو منتشر في المباني السكنيه او المباني الاهليه. وفي الحاله دي يجب معايره الركام بالحجم في مقياس او صناديق لها ساعه معينه بحيث تحدد الحجم المطلوب من الرمل والزلط، ويجب ملء الصندوق بدون دمج. يعني الصندوق المعايره يعني ما جاء بعايره عشان اعاير الرمل او عاير الزلط او السن، يجب عمل دمج للرمل او الزلط او السن، ويجب ان يكون سطح الركام متساوي مع احرف الصندوق. ده الملاحظات دي كلها يجب مراعاتها عند تشوين الاسمنت او تشوين الركام في موقع العمل. بالنسبه لمياه خلق الخرسانه، هي المياه الصالحه للشرب اللي هي بتيجي من شبكه المياه الرئيسيه في البلد او في المدينه او في مكان موقع المشروع. في حاله عدم توفر مصدر للمياه في الموقع، يمكن تخزين المياه في خزانات ولحماية المية من التلوث بالمواد الضارة. في كثير من المشروعات أو العمارات السكنية، في حالة عدم توفر المياه بتلاقي بيجيبوا المية عن طريق الفناطيس، بتبقى جرار كده عليه فنطاس، والمية دي ما تعرفش المصدر بتاعها جايبها منين، جايبها من ترعة، جايبها من مصرف زراعي، جايبها من مياه مجاري، أو بيملأ الفنطاس بمية ويجي يبدأ يستخدمه في خلط الخرسانة. ده طبعا خطأ كبير جدا، ممكن يؤدي إلى حدوث مشاكل في الخرسانة بعد كده، وينتج عنها تفتت أو شروخ بالخرسانة نتيجة استخدام الماء الملوث في صناعة الخرسانة، أو ممكن المية دي تكون تحتوي على نسبة عالية من الأملاح تؤدي إلى صدأ حديد التسليح إذا كانت خرسانة مسلحة. يجب في الأخذ في الاعتبار طبعا عند تحديد كمية ماء الخلط، إذا كان الركام اللي أنا أستخدمه رمل بيحتوي على رطوبة أو مية، أو ركام جاف بيحدث فيه يمتص نسبة من ماء الخلط، ودي هنتعرض ليها في مسائل ازاي بيتم تعديل نسب مكونات الخلط الخرسانية في حالة استخدام الركام الجاف اللي ممكن يمتص نسبة من الرطوبة، او في حالة استخدام الركام المبلل نتيجة مثلا سقوط امطار عليه، او نتيجة رشه بالمية قبل استخدامه في الخرسانة. المادة الرابعة اللي بتستخدم في صناعة الخرسانة اللي هي الإضافات، وزي ما انت عرفته قبل كده الإضافات ممكن لها أربع أنواع، ممكن إضافات كيميائية أو إضافات معدنية أو إضافات الهواء المحبوس أو إضافات تلوين الخرسانة. أشهر الإضافات اللي احنا بنستخدمها اللي هي الإضافات الكيميائية، ودي بيتم توريدها من شركات بتصنعها في عبوات بتبقى جراكن أو براميل، وبيتم توريدها في الموقع، ويجب أنها تكون مرفق بها كافة البيانات المتعلقة بنوع الإضافة والاحتياطات الخاصة لاستخدامها وطريقة تخزينها في الموقع. وكذلك بيبقى موجود مع النشرة بتاعت الإضافة دي نسب استخدام الإضافة بتاعتها وطريقة الاستخدام. بتبقى يعني الإضافات دي حتى العمال اللي بيشتغلوا في مجال الخرسانة بيسموها الدواء اللي بيضاف للخرسانة، على أساس إنها بقى المفروض الإضافة معاها نشرة برضو زي أي دواء حبوب أو أدوية، بيبقى موجود معاها نشرة بتوضح التركيب بتاع الإضافة والجرعة أو نسبة إضافتها أو نسبة استخدامها في الخرسانة. لو اتكلمنا في نقطة تانية عن عيوب
بعض مواد الخرسانة. بالنسبة للأسمنت ممكن استخدام أسمنت غير مطابق للمواصفات وفقا للجدول اللي احنا شرحناه قبل كده اللي بيوضح رتبة الأسمنت اللي هي المقاومة الضغط له أو زمن الشك أو التمدد. يعني مهم جدا عند إجراء الاختبارات على الأسمنت أن الأسمنت ده يكون بيحقق المواصفات القياسية وبالتالي يعتبر مطابق أو مطابق للمواصفات. استخدام أسمنت في الخلطة الخرسانية درجة حرارته عن تزيد عن 75 درجة مئوية. استخدام محتوى أسمنت أكبر من 9 شكاير في المتر مكعب خرسانة، لأن احنا عارفين برضو الكود حدد أن الحد الأقصى لمحتوى الأسمنت في المتر مكعب لا يزيد عن 9 شكاير أسمنت اللي هم 450 كيلو. في ظاهرتين ممكن يحدثوا للأسمنت. الظاهرة الأولانية اللي بنسميها ظاهرة الشك الخاطئ اللي هو الفولس سيتنج، والظاهرة الثانية اللي هي الشك الخاطف أو الشك الوميض اللي هو الفلاش سيتنج. الظاهرتين دول يجب أن أنت تكون عارف إيه الفرق بين الشك الخاطئ والشك الخاطف. لو جينا نتكلم عن تفسير ظاهرة الشك الخاطئ وتفسير ظاهرة الشك الخاطف أو الفرق بينهم، أنتوا عرفتم أن الأسمنت بتكون من 4 مركبات أساسية اللي هي C3S وC2S وC3A وC4AF، اللي هو مكونات الكلينكر بتاع الأسمنت. بيتم أثناء طحن الكلينكر بتاع الأسمنت إضافة نسبة بسيطة من الجبس لا تزيد عن 4% من وزن الكلينكر، وذلك لتبطيء زمن الشك أو تأخير زمن الشك للأسمنت. لو لم يتم إضافة الجبس أثناء طحن الكلينكر ممكن الأسمنت اللي بينتج من طحن الكلينكر ده يبقى أسمنت سريع الشك، بيحدث له شك لحظي بمجرد إضافة المية إليه. عشان يتم تبطيء تفاعلات الأسمنت ويحدث تأخير في زمن الشك الابتدائي بيتم إضافة الجبس بنسبة بسيطة أثناء طحن الكلينكر. الجبس المركب أو الرمز الكيميائي له اللي هو كبريتات الكالسيوم المائية اللي هو بيحتوي على جزيء من جزيء مية. في صناعة الأسمنت بتصل درجة الكلينكر أو الخليط بتاع مصهور الحجارة دي إلى 1500 درجة مئوية. معروف أن درجة تبخر المية اللي هي أول ما درجة الحرارة تعدي 100 درجة مئوية بيحدث تبخر للمية. فبالتأكيد المية الموجودة في الجبس مع ارتفاع درجة حرارة الفرن اللي بيصنع فيه الأسمنت هتتبخر، يبقى أصبح كبريتات الكالسيوم بدون مية، كبريتات كالسيوم لا مائية. أما بتيجي تستخدم الأسمنت دون في خلط في الخرسانة، أثناء عملية الخلط بتضيف المية. أول حاجة بيعملها الجبس الموجود في تكوين الأسمنت بيمتص نسبة من المية عشان يعوض الجزيء المية اللي فقده أثناء صناعة الأسمنت، وبالتالي امتصاص الجبس نسبة المية بيخلي الجبس يحدث له شك أو تجمد ظاهر. عملية امتصاص الجبس المية وحدوث شك له بتجمد الخليط بتاع الخرسانة، بتجمد خليط الخرسانة أو خليط المونة الأسمنتية إذا كانت بنعمل منها مونة تستخدم في أعمال البياض أو أعمال البلاط والسيراميك. علاج هذه الظاهرة إيه؟ ممكن تتعالج؟ ممكن تتعالج. ممكن يتم علاجها بإعادة تقليب المونة الأسمنتية أو إعادة تقليب الخلطة الخرسانية. هتجد أن تبدأ تكتسب المونة أو الخلطة السيولة بتاعتها تاني، زي ما بتشوف مثلا لو في بنة أو في مبيض بتاع بلاط أو سيراميك بيعجن كمية من المونة
وكل فتره يبدا العام اللي معاه يقلب له المونه دي، على اساس المونه دي بيحدث لها شك خاطئ اللي احنا بنقول عليه دون نتيجه لامتصاص الجبس نسبه من الميه. مجرد ما يعيد التقليب بتاعها تبدا المونه تاخد درجه اللزوجه بتاعتها مره اخرى. ده تفسير ظاهره الشك الخاطئ. النوع الثاني اللي هو الشك الخاطف او الشك الوميض اللي هو الفلاش سيتنج، ده بيحدث نتيجه تبلور مركب C3A، نتيجه تبلور مركب C3A اللي هو موجود ضمن مكونات الاسمنت. نتيجه التبلور المركب ده هو المسؤول عن الشك بتاع الاسمنت، فبيحدث عمليه شك الاسمنت نتيجه تفاعل مركب C3A بسرعه مع الميه، وده يعتبر عيب صناعه في الاسمنت نتيجه لقله نسبه الجبس اللي تم اضافتها. لان فائده اضافه الجبس اثناء صناعه الاسمنت اللي هو بيأخر من تبلور المركب C3A، يبقى فائده اضافه الجبس اثناء طحن كلينكر الاسمنت اللي هو تاخير او تبطيء تفاعل المركب اللي هو C3A. فلو حصل شك خاطف للاسمنت او شك الوميض اللي هو الفلاش سيتنج، وذلك بيتقال عليه وميض زي الفلاش بتاع الموبايل او الكاميرا لانه بيبقى شك سريع، ده بينتج او بيحدث نتيجه عيب صناعه ناشئ عن نقص نسبه الجبس التي تم اضافتها لاثناء طحن كلينكر الاسمنت. يبقى الظاهرتين دول من الظواهر المهمه، ودي من الاسئله اللي بتيجي طبعا في الامتحان اللي هو تفسير ظاهره الشك الخاطئ او الشك الخاطف وطريقه معالجتهم او صناعتهم. برضو من العيوب الاسمنت، لو الاسمنت تتخزن في ظروف رطبه ولم يتم حمايته بصوره جيده، او تخزن لفتره زمنيه اكتر من شهر، بتجد الاسمنت بيبدا يحدث فيه شك، وبتتكون لو فتحت شكاره الاسمنت هتجد فيها حصل فيه كرات اتجمعت مع بعضها. وحتى الناس بتطلق اللي يقول لك الاسمنت شك، حتى لو انت سبت شكاره الاسمنت اللي هو كان فيها الاسمنت ده مسحوق ناعم جدا زي انا عمان الدقيق بتاع الخبز، لو سبت شكاره الاسمنت فتره على ارض مباشره والمده زمنيه مثلا تزيد عن شهر، ممكن تجد الشكاره كلها اتصلبت، تكونت منها كتله حجريه من الاسمنت. الاول تبدا تتكون فيها كرات صغيره، الكرات الصغيره دي تبدا برضو تتجمع كلها مع بعضها لغايه ما الشكاره بالكامل تبقى عباره عن كتله صلبه من الحجر الاسمنتي، نتيجه لامتصاص الاسمنت للرطوبه الارضيه او الرطوبه الجويه وتفاعله مع الميه دي، ويبدا الاسمنت يتصلب ويتحول من مسحوق ناعم الى كتله صلبه. بعض المقاولين لما بيجي يشوف الاسمنت بدا يتكون فيه الكرات او التجمعات الصلبه دي، يجيب بعض العمال ويجيب منقل ويشيل الكتل الصلبه دي. هل معنى كده ان الاسمنت الناعم الباقي مازال محتفظ بمقاومته؟ الاجابه لا، نتيجه التفاعل الاسمنت مع الرطوبه بيفقد الاسمنت حتى لو كان ناعم نسبه من المقاومه بتاعته. دكتور ايوه معلش، هي طريقه معالجه الشك الخاطف كانت ايه بس؟ إعادة تقليب الخلطة، سواء إذا كانت خلطة مونة أسمنتية بتعيد تقليبها اللي هو الفني اللي هو بيعمل خلطة المونة دي باستخدام الكوريك، بيرجع يقلب الخلطة تاني بتبدأ الخلطة تكتسب تاني اللزوجة بتاعتها. إذا كانت خرسانة بتتصب، ممكن نفس الفرماجي اللي بيصب الخرسانة برضو لو معاه جروف أو حاجة يعيد تقليب الخلطة تاني، تبدا الخرسانه تاخد برضو درجه اللزوجه بتاعتها. تمام جدا، شكرا دكتور. شكرا.
بالنسبة للعيوب اللي بتكون موجودة في الركام برضو، المعلومات دي يعني معلومات معظمها من التنفيذ، يعني المفروض انت تعرفها كويس بحيث يفرق المهندس اللي فاهم المعلومة وفاهم التفسير العلمي ليها، غير اللي هو ما يعني عارفها كده بس بالشبه. فده مهم ده تعرف التفسيرات دي، يقول لك ده المنى شكت، هي شكت ظاهريا شك خاطئ. ليه؟ اللي انت عارف قلت لك التفسير بتاعها بسبب الجبس اللي هو بيتضاف اثناء طحن كلينكر الاسمنت. لو جينا الركام، ايه العيوب اللي ممكن تكون موجوده في ركام الخرسانه؟ اول حاجه استخدام ركام ناقص التدرج. الركام بالنسبه لاختبار التدرج الحبيبي ممكن بيكون دينا يا اما ركام جيد التدرج اللي هو جود جريدد، او ركام متدرج اللي هو جريدد، او ركام ناقص التدرج. يعني ايه ركام ناقص التدرج؟ يعني المفروض انه فيه مقاس او اكتر من مقاسات الركام، ده مش موجود ضمن الخليط بتاع الركام. ده ركام، استخدام ركام ناقص التدرج خاصه في الزلط او في السن بيحتاج لكميه كبيره من الرمل في الخلط الخرسانه، وبالتالي بتضعف الخرسانه او بتحتاج اسمنت اكتر عشان تعالج زياده نسبه الرمل. وكذلك من عيوب استخدام الركام ناقص التدرج اللي هو حدوث الانفصال الحبيبي لمكونات الخرسانه اللي هو السجريجيشن. يعني اثناء عمليه الصب بتجد ان الخرسانه بيحدث فيها انفصال، تلاقي الزلط نازل لوحده الاول اسفل القطاع سواء كانت قمر او عمود، وبعد كده المونه الاسمنتيه، وبعد كده ممكن تلاقي فيه جزء من ميه الخلط يظهر على سطح الخرسانه. ليه؟ لان من البدايه استخدمت ركام ناقص التدرج. اما بستخدم ركام متدرج او جيد التدرج بتكون الخلطه الخرسانيه بالوصف برضو في السوق يقول لك خلطه ملفوفه، خلطه ملفوفه او متماسكه مع بعضها، تلاقي مكونات الخرسانه مرتبطه ببعضها اللي هي الاسمنت والرمل والركام، ما يبقاش الزلط موجود سايب متفكك عن بقيه مكونات الخلط. كذلك استخدام الركام ناقص التدرج اللي هو الجاب جريد الدون بيؤدي الى زياده نسبه الفراغات جوه الخرسانه، ومما يضعف مقاومه الضغط للخرسانه المسلطه، وكذلك ضعف متانتها وتحملها مع الزمن. يبقى ده من بدايه استخدام ركام، خاصه الركام الكبير اذا كان زلط او كسر حجاره ناقص التدرج، ايه العيوب اللي بتنشأ عنه؟ كذا عيب قدامنا في السلايد. اول حاجه عدم تجانس خليط الخرسانه الطازجه، حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخرسانه، زياده نسبه الفراغات وضعف في مقاومه الضغط، وضعف تحمل ومتانه الخرسانه. يبقى خمس عيوب في اول نقطه هو نتيجه استخدام الركام ناقص التدرج. المفروض احنا بنعمل اختبار التدرج الحبيبي على الزلط او الرمل او السن عشان نتاكد من الركام دون متدرج او جيد التدرج، انما طبعا يجب عدم استخدام الركام ناقص التدرج. كذلك احنا بنستخدم الركام بيبقى خليط من الرمل والزلط او الرمل وكسر الحجاره بنسب معينه حسب التدرج بتاعتهم عشان يديني مساحه سطحيه نوعيه المثاليه حوالي 25 سنتيمتر مربع للجرام. يعني افضل مساحه سطحيه ممكن استخدمها لخلط الرمل والزلط اللي المفروض تديني نسبه 25 سنتيمتر مربع على الجرام. ايه اللي بيحدد النسبه دي؟ نسبه خلط الرمل الى الزلط. هل استخدم النسبه دي 1:2 او استخدم مثلا 40% رمل و60% زلط؟ ده حسب برضو اختبارات التدرج الحبيبي عشان اوصل منها للمساحه السطحيه المثاليه للركام. لو المساحه السطحيه زادت عن الرقم ده او قلت عنه بتضعف من مقاومه الخرسانه نتيجه لنقص كميه العجينه الاسمنتيه اللازمه لاسطح حبيبات الركام. العيب الثالث استخدام انواع من كسر الحجاره
خاصة الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من البودرة. يعني عندنا ممكن نستخدم من أنواع الركام الكبير كسر الحجارة، سواء الحجر الجيري اللي هي جبال الحجر الجيري اللي هو بيبقى اللون بتاعه أبيض زي التباشير تقريبا، وفي جبال البازلت اللي هو الأسمر اللي بيصنع منها الخرسانة الأسفلتية، وفي جبال الجرانيت، وفي جبال الرخام. ممكن من هذه الحجارة كلها بيبقى في كسرات موجودة في هذه الجبال بتكسر الصخور الكبيرة دي إلى ماسات تتناسب لصناعة الخرسانة اللي هي بما عليها سن. السن ده بتجد منتشر في السوق له أرقام، يقول لك سن 1 أو سن 2 أو سن 3 أو سن 5 أو سن 10، اللي بيصلح استخدام الخرسانة اللي هو خليط من سن 1 وسن 2. يعني إيه يا شباب سن 1 أو سن 2؟ يعني سن 1 معناه متوسط مقاس حبيبات الركام 1 سم، سن 2 يبقى متوسط مقاس حبيبات الركام 2 سم، ما يزيدش عن 2 سم. سن 8 أو سن 10 اللي هو متوسط مقاس الحبيبات الصخرية دي 8 سم أو 10 سم. طب يستخدم سن 8 أو سن 10 أو سن 6، المقاسات الكبيرة دي بتستخدم في إيه؟ بتستخدم في عمل أساس رصف الطرق اللي هو الدبش أو الدقشوم أو كسر الحجارة الصغير دون، اللي هو بيعمله كطبقة أساس تحت طبقة الأسفلت. بتجد لو بيتم إنشاء طريق بيتم الأول عمل دمج للأساس بتاع الطريق اللي هو البيز، وبعد كده بيجيب كميات من أو عربات أو تريلات من كسر الحجارة اللي هو الدقشوم أو الدبش، بتبقى المقاسات بتاعته أكبر، ممكن 8 سم، 10 سم، 12 سم، وبيتم بعد كده طبعا فردها ودمكها وتسويتها عشان تعمل الأساس بتاع الطريق اللي هيتعمل فوق بعد كده طبقة الخرسانة الأسفلتية. فاستخدام قصر الحجر الجيري الكالسي اللي هو كربونات الكالسيوم اللي هو زي التباشير ده ممنوع في الخرسانة بصفة عامة، ولكن بنستخدم نوع من انواع الحجر الجيري المتحول اللي هو الدولوميتي، بيبقى اللون بتاعه ما هوش ابيض، بيبقى اللون بتاعه بيج او رصاصي، وبيبقى الصلابه بتاعته اعلى من الحجر الجيري الكالسي، ولا يحتوي على نسبه مواد ناعمه مقارنه بالحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسي. في برضه من عيوب الركام استخدام ركام نشط. يشترط في ركام الخرسانة ان هو يكون خامل وليس له تفاعل كيميائي مع الاسمنت والمية. بعض الانواع من الركام ممكن تحتوي على سيليكا نشطة، املاح يعني كيميائية، ممكن تتفاعل مع مكونات الاسمنت وبالتالي بتؤدي الى تكون مواد قابلة للانتفاش، مواد بتنتفش يعني تؤدي إلى حدوث شروخ داخل الخرسانة اللي بنسميها ظاهرة التفاعل القلوي للركام. التفاعل القلوي للركام ده بينتج عن تفاعل الركام المحتوي على أملاح مع نواتج إماهة الأسمنت، فينتج عنها مركبات قابلة للانتفاش فبسبب ضغط داخل الخرسانة ويؤدي إلى تشرخ الخرسانة. إذا برضه ظاهرة ثالثة هي غير الأسمنت اللي هو الشك الخاطئ والشك الخاطف، ظاهرة التفاعل القلوي للركام. ظاهرة التفاعل القلوي للركام. الملحوظة الأخيرة استخدام أنواع من الركام الجاف جدا، يعني يكون الركام ده السطح بتاعه جاف، وممكن يكون برضه بيحتوي على نسبة رطوبة داخلية قليلة، فبالتالي أما أجي أستخدم الركام الجاف ده في الخرسانة هيمتص نسبة من مية الخلط. وده هناخد عليها مسألة إزاي لو أنا استخدمت ركام جاف في السطح وجاف نسبيا من الداخل هيمتص نسبة من مية الخلط، وبالتالي محتاج إن أنا أعدل من كمية ماء خلط الخرسانة.
ده بالنسبة للركام أهم الاحتياطات أو أهم العيوب اللي ممكن تنشأ عن استخدام الركام. عيوب استخدام ماء الخلط: أول حاجة استخدام كمية ماء خلط أكبر من اللازم، وده بنشوفها في خلاط النحلة، بتلاقي الراجل اللي واقف جنب الخلاط جنب منه برميل مية وجردل أو صفيحة وقاعد يحط كمية مية طبعا زايدة لمصلحة العمال ومصلحة صاحب الخلاطة، إن هما طبعا يسيبوا الخرسانة خالص ويزود مية الخلط عشان يحافظ على الحلة بتاعة الخلاط، وفي نفس الوقت يسرع من عملية الخلط بحيث ينجز، يعني ما يتأخرش في عملية الخلط. والحاجة الثالثة إن هو بيسهل على العمال أو الفرمجي عملية الصب، هيتلاقي الخرسانة بيصبها كأنه بيصب مية في الفرم المعدة سواء أعمدة أو كمرات أو بلاطات. فاستخدام كمية الماء الخلط طبعا بتكون لمصلحة المقاول أو مصلحة الخلاطة، ولكن بتؤدي إلى ضعف الخرسانة وعدم تحملها مع الزمن. الحالة الثانية بالنسبة لماء الخلط: استخدام ماء خلط غير مياه الشرب، بيحتوي على نسب عالية من الأملاح، وبالتالي هتؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية مع الأسمنت، أو استخدام مية بتكون درجة قلويتها أقل من 7، يعني الحد الأدنى لدرجة قلوية الخرسانة أو البي اتش اللي هي لا تقل عن 7، درجة قلوية ماء الخلط ما تقلش عن 7. الحالة الثالثة اللي هو استخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة، لا يجوز أو غير مسموح مطلقا باستخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة، لاحتوائه طبعا على نسب عالية من أملاح الكلوريدات التي تؤدي إلى صدأ حديد التسليح جوه الخرسانة، ولكن ممكن عند الضرورة استخدام ماء البحر في خلط الخرسانة العادية. تاني أقول الجملة دي: لا يسمح مطلقا باستخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة لاحتوائه على نسب عالية من الأملاح، خاصة أملاح الكلوريدات التي تؤدي إلى صدأ حديد التسليح، ولكن عند الضرورة يمكن استخدام ماء البحر في خلط الخرسانة العادية، برضو بشرط إن زيادة محتوى الأسمنت في الخلطة الخرسانية. والحاجة الثانية: استخدام ركام متدرج في صناعة الخرسانة. ده بالنسبة لاستخدام مية خلط الخرسانة. الجدول الأخير آخر حاجة هنقولها اللي هي دورية اختبارات ضبط الجودة على مواد الخرسانة بالنسبة للأسمنت وبالنسبة للركام وماء الخلط. ده زي ما شرحت أثناء السلايدز اللي فاتت، إن الاختبارات دي بيتم إجراءها بصفة دورية على مواد الخرسانة. بالنسبة للأسمنت بيتم إجراء الاختبار عند بداية توريد الأسمنت للموقع أو عند تغيير الشركة اللي بتورد منها الأسمنت. يعني أنت بتجيب مرة أسمنت من شركة الإسكندرية أو العمرية، وبعدين غيرت جبت من شركة السويس أو القطامية، مع تغيير المصدر أنت بتشاور منه الأسمنت بتعمل هذا الاختبار. الاختبارات الأساسية الأسمنت اللي هي تعيين زمن الشك الابتدائي، تعيين ثبات الحجم اللي هو التمدد، تعيين مقاومة الضغط لمونة الأسمنت والرام. الخواص الكيميائية بيمكن تعيينها في حالة عدم مطابقة الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للأسمنت، ولكن إذا طبيعي إذا فشت الخواص الفيزيائية والميكانيكية بيتم رفض الأسمنت، فبما يلجأش إلى عمل الخواص الكيميائية دي بيتم عملها في ضبط الجودة في مصنع إنتاج الأسمنت عشان يتأكد من نسب الخليط بتاع كلينكر الأسمنت والمكونات بتاعة الأسمنت. الركام بيتم عمل اختبارات الركام عند بداية التوريد في الموقع أو تغيير المحجر أو المصدر اللي بيتم توريد منه الركام. ممكن بيجرى الاختبار في حالة التفتيش اللي هو الدوري أو الفجائي،
إذا المراقب أو المفتش الخارجي لقى الركان موجود من الفحص الظاهري إن هو غير مطابق، بيطلب إجراء الاختبار عليه. بيتم إجراء الاختبار مع كل شحنة أو توريد للركام في الموقع أو كل 100 متر مكعب من الرمل أو الزلط بيتم توريدهم في الموقع. بالنسبة لاختبارات الركام اللي هو تعيين مقاومة البري، مقاومة التهشيم، معامل الصدم، النشاط القلوي للصخور الكربوناتية اللي هو الحجر الجيري بالذات، والفحص البصري مع بداية التشوين والتدرج الحبيبي وتعيين نسبة الطين والمواد الناعمة والشوائب العضوية بالركام وتعيين نسبة الكبريتات ونسبة الكلوريدات والثبات الحجم ساوندنس. ده كلها اختبارات بتنص عليها المواصفات القياسية يجب إجراءها عند توريد الركام أو التفتيش وضبط الجودة على ركام الخرسانة. بكده يبقى تقريبا استعرضنا الاختبارات. ده صورة لجهاز بلين لتعيين نعومة الإسمنت عن طريق تعيين المساحة السطحية النوع الإسمنت. الصورة الثانية دي لجهاز فيكت لتعيين العجينة القياسية وزمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي الإسمنت. دي قوالب وغلاية لوشاتيليه لتعيين تمدد أو ثبات حجم الأسمنت، ودي صورة لمجموعة المناخل القياسية اللي بتستخدم في اختبار التدرج الحبيبي للركام، وده الأسطوانة والمكبس لتعيين معامل التهشيم للركام الكبير. بعد كده نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله دورية اختبارات ضبط الجودة للخرسانة الطازجة أو الفريش كونكريت. طبعا جزء النظر زي ما شايفين طبعا كتير، ولكنه مراجعة لأن الكلام ده سبق انت خدتوه طبعا في سواء مقرر أولى مدني أو تانية مدني لخواص المواد، ولكن لضرورة مراجعة الكلام دون لضبط جودة الخرسانة في مواقع العمل يجب ان انت تعيد تذكرتك بهذه المعلومات. وهنحاول عن طريق السكشن يعرضوا لكم بعض الفيديوهات لاجراء التجارب على مواد الخرسانه والخرسانه. بالاضافه لكده هيكون في عندنا جزء تاني هيبقى عباره عن مسائل، بحيث ما يبقاش الماده كلها نظري، هيبقى في أجزاء نظرية، وده طبعا غالبا بيبقى الامتحان MCQ، فبالتالي المعلومات النظرية دي كلها تيجي في صورة أسئلة اختيارية كاختيار، يعني مش هتبقى في صورة الأسئلة التقليدية اللي هي اشرح أو وضح أو بين. هتبقى يعني المعلومات دي معلومات بسيطة أو سريعة بحيث أنت في المالتي تشويز أو الامتحانات الـ MCQ. أي أسئلة عندكم؟ مفيش حد يعني جاوب. شكرا يا دكتور. خلاص إن شاء الله ميعادنا هي المحاضرة الساعة 2 ولا 2 ونص؟ هي تقريبا انا دكتور في جدول رمضان بتبقى الساعة 1 اعتقد. الساعة 1؟ دكتور متولي مبلغني هي الاثنين. هم غيروا المواعيد في رمضان بس علشان الاوقات الدراسية بس. طب وانتوا يعني فاضيين من 1 ولا في عندكم حاجة قبلها؟ تبقى فاضية يا دكتور. انتوا يعني من الساعة 1 فاضيين يعني؟ ايوه يا دكتور انا فاضيين. خلاص انت والدكتور متولي بلغني ان المحاضره سبب التاخير، يعني قال لي من 2 ل 2 ونص تقريبا يعني قال لي كده فعلا يا دكتور، بس قبل رمضان. هم جم في رمضان بس عدلوا الوقت بتاع كل محاضره وقصروها، خلوها زمنها اقل، المواعيد كلها اتشفتت بس. طيب قال لهم يعني